كيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقه المفاصل، بس علم اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. اللي عمود الفقري النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. سؤالين جايين عن الرقبة. بتسأل عندي ألم في الرقبة لفترات طويلة بقاله شهور، بعمل مساج بتتحسن الأمور شوية، لكن الألم ساعات بيصل إلى مرحلة الصداع، أنه يوصل يعمل صداع ولا تكف عن البكاء. ده تعبير خطير بقى. طبعا. هو الناس كثيرة جدا بيجي لها صداع، والصداع له أسباب كثيرة جدا، بس أشهر وأكتر سبب للصداع القوي بيبقى من مشاكل في الفقرات العنقية. يعني احنا ممكن نتوه ونجري في سكك بعيدة ونعمل أشعات على المخ وأشعات في كل حاجة والأسنان والأنيميا والكلام ده كله ما يطلعش، ويطلع في الآخر أن أنا عندي مشكلة في الفقرات العنقية. الفقرات العنقية من أسوأ أنواع الصداع، وخاصة بيجي ورا كده اللي احنا بنسميه الأوكسيبيتال هيدك خلفي، وبعد كده يمسك الدماغ كله. ساعات يصاحبه تنميل وخدلان هنا. في ناس يقول لك انا حاسس ان راسي بتغلي، راسي فيها فوران وغليان من هنا، كل ده جاي من الفقرات العنقيه. ساعات بيبقى فيه كمان يعني غير الصداع عدم اتزان، يقول لك انا بمشي بحس ان انا مش موزون او بتطوح، ونجري نتعالج شهور وسنين في انف واذن وحنجره ان المشكله في الاذن الداخليه والاذن الوسطى، وبعدين ناخد في علاجات والمشكله هنا ان الفقرات العنقيه عامله مشكله وضغط على الشرايين فما توصلش الدم للمخ، لان هي الرقبه الشرايين في شرايين داخليه جوه العظم نفسه جوه الفقرات نفسها بنسميها فيرتيبرال ارترز. الفيرتيبرال ارترز عندنا اتنين، بيوصل يبقى ماشي جوه الفقرات كده لحد ما يعدي الفقره الاولى، يبداوا يلحموا في بعض يدينا اهم شريان بيغذي المخ وجذع المخ اسمه الفيرتيبرال ارترز. الاثنين دول ده مهمين جدا، فيرتيبرو بازلر ارتر بالظبط. السيستم ده بقى هو اللي مشغل فيرتيبرو بازلر سيستم، كل المراكز الحيويه دوره دمويه غريبه رهيبه رهيبه ومعقده جدا. فبالتالي انا الرقبه عندها الم، بتحس بصداع لما بتعمل مساج بتتحسن شويه، اربط ميه سخنه بتحسنها، التدليك بيحسنها. احنا بننصح دايما بنقول ايه دلوقتي مع زياده استخدام الموبايل والتابلت، يا ريت نقعد قعده كويس بحيث ان يبقى في زاويه قايمه ما بين دقني وما بين صدري يبقى 90 درجه. يعني انا لو عملت كده ادي 90 درجه، دي 90 درجه كده، لازم دي تبقى قايمه، يبقى ده الوضع المظبوط بتاعي ما بين عظمه القص وما بين الدقن، ده الوضع المظبوط بتاعي. لكن انا اقعد طول الوقت كده غلط. النوم على مخده غلط، يعني مخده عاليه او مخدات الفايبر زياده قوي دي بتعمل مشاكل جامده جدا وبتضعف العضلات. بننصح بانواع من الرياضه، بننصح بالمساج والتدليك، بننصح بالعلاج الطبيعي، بس اهم جزء لازم نعمله ايه بقى؟ لو عندك الالم مستمر وبدا ينزل على كتفك ويسمع في ايديك، اجري على الدكتور، ما تستناش بقى. الفقرات العنقيه فقرات حساسه جدا وضعيفه جدا، انا عندي 7 فقرات في الرقبه، الفقرات بتتحرك في كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين كده، والفقرات دي شايله اغلى حاجه في جسمنا كله، المخ. اصل المخ ده هو ده كل حاجه، المخ وينزل منه الحبل الشوكي اللي بيغذي الجسم كله. الكابل الاساسي الكهرباء الاساسي، لان ده لو فصل كل الحياه كلها بتفصل. الغضروف تركيبه زي ما اتفقنا كده، عامل زي الكيس اللي مليان جيلي كده ما بين الفقرات، له حجم معين والفقرات بتتحرك عليه في نعومه ويسر، مفيش خشونه، مفيش بيزيق، ما بيوجعش، مفيش اي حاجه، لان ده الغضروف سليم. طيب مع مرور الوقت واستخدام الرقبه بشكل خاطئ والشيل، وخاصه عندنا عادات زي الشيل على الراس، ده مش موجود برضه في العالم، في السيدات او في الرجاله، اللي طالعه شايله انبوبه 5 ادوار واللي شايل فوق دماغه كارتين اسمنت، والمناظر دي حضرتك جبتها كتير. موجود في افريقيا والهند موجود موجود وعندنا هنا، يعني الرقبه والشيل على الراس دي حاجه من التراث يعني. الغضروف ده لما بينضغط هيخرج بره، هيضغط على العصب او على الحبل الشوكي، يدينا الاعراض بقى. يا اما الغضروف ضغط على العصب تلاقي الايد بقى والجنب الشمال او الجنب اليمين وتنميل، ويرسمها لك بصبعه، ده الصبع ده وجنبه
ده اللي بينمله بيخدله، ده الصبع ده والتلاتة دولة، ده أنا طول الليل قاعد بهز في إيدي ومش عارف أنام. ساعات الناس النوم بيبقى عندهم يعني تجربة سيئة جدا، لأنه مجرد ما يبدأ ينام ويتني رقبته على المخدة، الغضروف ينضغط يضغط على العصب، الألم يبدأ يشتغل. ففي ناس تقضي ليلها كله قاعدة، واخد بالك، بيبقوا قاعدين فعلا، بيقول لك أنا استحلت النوم، الليل كابوس. الكابوس هيجي امتى؟ لما أجي أنام يبدأ الألم بتاعته الحقيقة. مع إن النهاردة بقى الدنيا اتحسنت جدا، يعني مجرد ما أحس بهذه الأعراض لازم أروح لدكتور. هنعمل أشعة الأول عادية، ثم أشعة رنين مغناطيسي أو مقطعية ثلاثية الأبعاد، بتبدأ تبين المشكلة. لو الغضروف في بداياته ده يتعالج، طب ما تعالجه. وجزء من العلاج إن أنا أعمل جلسات علاج طبيعي، أو ألبس رقبة، اللي هي الرقبة اللي هي الهارد، اللي هي البلاستيك، مش الرقبة السفنج. في ناس هي الرقبة السوفت، السفنج دي رقبة ولا حاجة، ملهاش أي قيمة. لازم نبقى ماشيين بخطة معينة، ومش كل غضروف هيتعمل له عملية. لكن الحقيقة الرقبة حصل طفرة رهيبة جدا 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 في التدخلات فيها باستخدام المناظير والليزر، يعني طفرة حقيقية في النتائج بتاعتها. السؤال اللي جاي برضو حاجة مشهورة قوي، بيسأل على خشونة الرقبة. وبيسأل برضو يعني الخشونة معها غثيان، معها صداع، ايه خشونة الرقبة؟ انا اقول لحضرتك حاجة، يعني احنا عندنا هندي تشبيه بسيط جدا. هو الباب في البيت ساعات نحس انه بيزيق، او ضرفة الشباك او حاجة زي كده. هو ليه بيزيق؟ لان مفروض ان في حاجة، مادة اللي هي بتساعد بتعمل لوبريكيشن كده، مادة بتزيت المفصل او المفصلة نفسها، المادة دي بتقل او بيحصل نوع من الصدع. الرقبة بتاعتنا ربنا خلق لنا الفقرات هي عبارة عن تركيبات فوق بعض، ما بينهم الغضروف، وفي مفاصل، وكل مفصل له جراب فيه سائل زي السائل بتاع الركبة كده. المادة دي لما بتقل او بتنشف او بيحصل تكلسات فيها مع استخدام خاطئ للرقبة، مع قعدة غلط، مع توطية، مع شيل على الرقبة، المادة دي تبدأ تقل جدا منها. يبدأ الفقرة تحس بالحركة بتاعت العظم على بعضه، هي دي اسمها الخشونة او الطقطقة. ودي كارثة بقى، انك بتحس ان في ناس هي اللي بتعمل كده بقى، يقولك انا بحب اطقطق رقبتي جدا، ولما طقطقها بستريح. ده بيحصل ساعات لما بيحرك رقبته وكده كده وطقطقت استريح، بس ده مؤقت، في مقابل ان الفاسد جوينت نفسه بدا يتاكل، المفصل الجانبي بتاع الفقر بدا يتاكل. والخشونه دي هي الاب الشرعي للغضاريف، لان الفقره اول ما تبدا تخشن خلاص الغضروف بيبدا يحصل له ديسيكيشن، وينشف ويتشقق ويخرج. الغضروف مجرد ما خرج بره ضغط على فين؟ يا العصب يا الحبل الشوكي. على الحبل الشوكي بقى دي كارثه، لان الاعراض بتديني على الايدين والرجلين لحد ضوافر الرجل. احنا في ناس بيبقى عنده غضروف في الرقبه، نقول له ده جاله شلل رباعي، اصابه بفقره في الرقبه، يقول لك شلل رباعي، لانه رباعي يعني ايه؟ الايدين والرجلين. وممكن لو على جنب واحد ياخد جنب اليمين كله، يقول لك ايديا وكتفي وجنب اليمين ورجليا لحد صوابع رجليا، يمين او شمال، يعني ممكن ياخد نص كده وممكن ياخد الاربعه مع بعض. فبالتالي الرقبه من الحاجات اللي مش مفروض نهملها جدا. برضو يعني الرقبة كانت محد يتقال له أنت هتعمل، هركب غضروف مثلا صناعي في الرقبة بعد الغضروف اللي اتاكل، كان بيبقى مرعوب. كان الأبروتش في الجراحات تركيب الغضروف الخاص بالرقبة كانت صعبة، هدخل من ناحية وخصوصا التركيب من الأمام. إيه اللي حصل في التطور ده؟ هو لو قلنا أن العلم تطور في الجراحات عموما، أكتر جزء تقدم فيه هو جراحات في العمود الفقري حقيقة، لأن إحنا عندنا مشكلة. العمود الفقري بيحتوي على الحبل الشوكي والأعصاب، ودي هي أغلى حاجة، يعني زي ما اتفقنا، وإن العمود الفقري ده العظم المحيط بيها اللي هو بيحافظ عليها. لما زمان لما كان بيحصل مشكلة، فما كانش قدامنا حلول كبيرة، يعني لما يبقى عندي غضروف في الرقبة ما كانش ينفع أدخله من قدام، لأن كان عشان يدخل من قدام في شرايين رئيسية وفي أعصاب وفي قصبة هوائية وفي مريء وفي حاجات ما كناش بنعرف نقدر ندخل، ما كانش في رؤية، ما كناش نعرف نشوف جوه كويس. فكنا بالتالي الحل الوحيد قدامنا ان احنا ندخل من الخلف، يتعمل فتحة كده وتوسيع ونشيل عظم بتاع ونوسع بس ونسيب الدنيا زي ما هي. الكلام ده ما عادش بيتعمل الا بنسبة قليلة جدا، يعني ديت العملية القديمة ديت لسه ما تزال تستخدم في حالة واحدة بس، اللي هي بنسميه ضيق واختناق على الحبل الشوكي، وبنعملها ان كومبايند مصاحبة للعملية اللي من قدام، يعني ممكن دي نعملها. او في بعض المرضى اللي هم
يعني خلاص يعني صحتهم ضعيفة، عضلة قلب ضعيفة، أنا محتاج بس أشيل الضغط اللي على العصب بسرعة، عملية بتستغرق نص ساعة واخلص. لكن لما بنيجي نحل المشكلة لا، لازم أدخل على الظروف نفسه من قدام. فالنهاردة باستخدام الميكروسكوب الجراحي أنا بكبر الصورة، باستخدام المنظار أنا عرفت أدخل، وعندنا أجهزة مساعدة تساعدني على فتح الفقرات، إن أنا أبعد الفقرات عن بعض، وشلنا الغضروف، وفي وسائل إن أنا أقدر أشيل الزوايد العظمية والتكلسات الموجودة، وفي الآخر هركب حاجة مكان الغضروف اللي تشال، وهي دي بقى قمة ذروة العلم في الموضوع. ده نوع من أنواع الغضاريف البديلة. الغضروف البديل هو عبارة عن ده الغضروف الأصلي، هو شلنا الغضروف الأصلي بعد العملية، طب أنا عايز أركب حاجة مكانه، فبيركب حاجة زي ده، ده بنسميه البروديسك. البروديسك ده متميز جدا إنه يركب لو عندي غضروف واحد، لو الرقبة فيها غضروف واحد وهعمل غضروف واحد، ده من الحلول المميزة جدا والأفضل. يعني ده تركيباته، جزء منه تيتانيوم وجزء التاني مادة تانية كده اسمها أكريليك، وفي تركيبة معينة كده معمول بحاجة بنسميها نانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي ده قدر يخلي التركيبة المعدنية دي تبدأ تلتئم وتلحم مع العظم، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي أنا في العملية هو دخلت وشلت وفضيت الغضروف كله، كل الكلام تحت الميكروسكوب الجراحي، وبنبدأ ناخد مقاس بقى، يعني أصل الغضاريف مش كلها قد بعضها، فلازم أخد المقاس. المقاس عندي ثلاث أبعاد X Y Z اللي هم العمق والعرض والارتفاع، فببدأ أحدد بالظبط أنه غضروف أنا محتاجه. دخلنا اللي لونه أخضر ده بنسميه ترايل، الترايل اللي هي إيه؟ المقاس بتاعي اللي أنا بقيس بيه. طيب أنا جربت كذا مقاس، طلع ده أنسب واحد، خلاص أنا عارف رقمه بره في الأسيستنت اللي معايا، بقول له إديني مثلا رقم مثلا 16 14 13 على حسب اللي موجود عندي. أنا طلع لي الغضروف اللي أنا محتاجه خلاص بالمقاس، وأنا جربت بالمقاس وعارف إن هو ده اللي هيركب مظبوط، تبقى الدنيا جاهزة، بنشيله بالآلة بتاعته ونركبه في مكانه، خلاص ده بنسميه عملية زرع غضروف. أنا زرعته، عارف زي ما حضرتك في الأسنان بيعمل غرسة كده أو زرعة، دي زرعة بنزرع ده جوه الفقرات العنقية، وبقى بديل للغضروف وبيتحرك ومديني نفس الكفاءة بتاعته، وشلنا الضغط اللي على العصب. طيب لو عندي أكتر من غضروف في الرقبة، ده مش هينفع قوي، لأن ده هيبقى ضعيف لأنه مفصلي. لو ركبنا غضروفين او ثلاثه احتمال انه يتحرك بعد كده او يتخلع او جزء منه يسيب، ده وارد. ففي حاجات تانية، تركيبات تانية زيها، يعني في عندنا برضو حاجات كده في الفيديوهات، في تركيبات يعني الغضروف الاكريليك ده من الحاجات اللي هي جميله جدا. اكريليك اكريليك الماده بتاعته يعني ده الغضروف الاكريليك، الماده بتاعته ماده، شوف له سنان كده مشرشره بتركب باتجاه معين مش اي اتجاه، علشان تمنع انه ينزلق ويخرج. يعني انا ركبته مكانه، في غضاريف كنا زمان مع مجرد ما يحني رقبته او حركه قويه يبدا يتحرك من مكانه ويخرج، ده ما ينفعش يخرج، لان هو بقى يعني عاشق ومعشوق كده مع العظم نفسه، فداخل فيها خلاص ما ينفعش يخرج. في العمليه العادي بقى بنشيل الاول الغضروف دي، بقى المقاسات عندنا ترايل زهيا، بناخد المقاس المتناسب معانا، دخلنا جوه دي، كل دي ترايل، انا لسه باخد المقاس اهو، ركبت بقى دي ترايل، انا خرجتها هون طلعت مقاس كام؟ 12 في 14 ماشي، بارتفاع 6، اجيب هذا الغضروف شلت الترايل هبدا اركبه، وكله بيكون موجود في اوضه العمليات. دي العلبه اللي بيبقى فيها، افتحه ويطلع مني بيبقى معقم وجاهز وعلى التركيب، واخد بال حضرتك؟ مش محتاج بقى النهارده ان انا ادخله في غرفه تعقيم لوحده، لا هو بيبقى جاي معقم مجرد ما فتحته وركبته وخلاص اتحلت المشكله. وفي كمان لاند ماركس، يعني في علامات بتقول لي ان انا بشتغل تحت جهاز اشعه، يقول لي ان ده ما تدخلش اكتر من كده لان اللي بعد كده الحبل الشوكي. فكل ده تكنولوجي وعلم، وما كانش موجود هذا العلم قبل كده. شوف الغضروف ممكن احط فيه عظم كمان من جسم البني ادم، يعني هو احنا في العمليه نفسها جزء الزوايد العظميه دي كنا زمان بنرميها، لا بنستخدمها ويتحط حشو جوه هذا الغضروف البديل ويركب خلاص بيطبع ويلتئم مع الجسم بتاع البني آدم. فأركبه في فقرة 2 3 4 5 فقرات، أقدر أحط 4 غضاريف ما بينهم، واخد بال حضرتك؟ في نفس العملية في نفس الوقت بنفس الجرح، يعني مش جرح بقى طويل ولا لا، نفس الجرح الصغير جدا باستخدام الأجهزة بقى الحديثة دي، بتمكنني إن احنا نعمل العملية، والعملية بتستغرق لها ساعتين زمن، والمريض بيقوم بعدها كويس جدا ويمشي بعد 6 ساعات.
في كان بقى يعني المنطقة اللي جاية هنروح للظهر، لأنه الظهر شكوى كتيرة جدا. بيعاني من ألم، رسالة بتقول إنه بيعاني من ألم أسفل الظهر وممتد للرجل اليمين، وعارف إنه عرق النسب كويس جدا. وهو بين قوسين قايل إنه جالي نتيجة رفع الأوزان وشغل الجيم الكتير. بيستخدم نوع من الكريمات بيحطها على الألم، بيستخدم الفولترين، بيستخدم مسكنات ألم، لكن الألم مستمر. قصة مثيرة جدا ليها كأكتر من جانب. هو يعني ده سيناريو ده موجود كتير. يعني الشباب وخاصة في السن الصغير اللي بيبدأ يروح الجيم، الجيم المفروض يعمل لياقة بدنية وتسخين وتقوية للعضلات وكلام منه. في ناس بيبقى همها في الجيم انها تروح تشيل حديد، ويشيل الحديد بطريقة خطأ، يعني الشيل له طريقة معينة، حتى الترينر أو المدرب بتاعه المفروض يعلمه يطلع بأوزان معينة ويطلع ازاي، وظهره مفروض عشان التحميل يبقى العضلة شايلة معاه والركب شايلة معاه مش العمود الفقري اللي شايل. بيوصل في الآخر ان هو عنده آلام في أسفل الظهر وبتسمع في رجله، يبدأ يدور على مسكنات، وممكن نروح لدكتور او يجي لي اكتب له برضو مسكنات واكتب له حاجات مضادات التهاب. ما ده العلاج المبدئي اللي في البدايه، وشويه كريمات ودهانات تختلف الاسماء، وفي الاخر المحصله بتاعتنا هو ان انا بدي حاجات مضاده للتهابات ومسكنه للالم مع شويه فيتامينات وتقويه للعصب. طيب ما الغضروف الصغير او لو بدايه غضروف ما هيخف، ما احنا اتفقنا 80% حتى من غير ما اعمل اشعه هيروقوا تماما، يعني كل 10 8 هيخف. طب فاضل 2 عندهم الم وده واحد منهم. هنا ما ينفعش بقى الكلام ده، يبقى لازم اتوجه الى متخصص علشان اعمل اشعه، لازم اشوف الظهر فيه ايه المشكله بتاعته. وفي ناس مجرد ما تقول له اعمل اشعه رنين يصرخ ويعيط وينهار، ليه وانا عندي ايه؟ انت شاك في ايه يا دكتور؟ يا عم انا شاك في ايه؟ ما انت اللي جاي اللي تشتكي. طب قلت رنين؟ رنين يبقى انا هعمل عمليه، او انا عندي مصيبه، ده انا عندي ورم. يا عم مش ورم يا استاذ، يعني انت عارف يعني ساعات بتبذل مجهود جامد جدا عشان تقنعه ان الاشعه هي وسيلة تشخيص وليست علاج. أنا بشخص وعلشان أعالج لازم أشخص، مش هينفع أنك تعالج حد أو تحل مشكلة وأنت مش عارف إيه المشكلة. القضية تبدأ ممكن يبقى غضروف صغير، ممكن يبقى خشونة، وممكن في نفس الوقت يبقى مشكلة كبيرة، ممكن يبقى فقرة عنده مشروخة أو مكسورة أو غضروف منفجر، كل دي تؤدي لنفس الأعراض. اللي هيفرق ما بينهم هي أشعة الرنين المغناطيسي. ولما بنعمل رنين مغناطيسي بيبقى لنا بقى بعد الرنين كلام تاني، هل ده اللي يجي من 80% اللي العلاج ان شاء الله يجيب معنا النتيجة؟ طب يلا ناخد حزام ونعمل علاج طبيعي وجلسات مش عارف ايه، وزننا زيادة تعالى نخسسه، العظم ضعيف تعالى نقويه، برنامج عمل كويس جدا مكثف يعني. طيب لا، احنا هنا في الناس اللي لازم يعملوا عملية، يعني فقرة مكسورة او مشروخة او منقولة زي ما شفنا في الاشعاعات، منقولة من مكانها، طب ايه اللي هيرجعها؟ ان انا انام على ظهري ومجرد ما اقف هترجع تاني؟ عمرها ما هترجع. يقول لك ده انا بروح لمش عارف مين اللي بيرد الفقرات ويرجعها في مكانها، ما بترجعش، مفيش فقره بترد وترجع. الفقره هي اتحركت لانها اتكسرت، اتحركت لانك فقدت عوامل الثبات بتاعتها. فالنهارده لما يبقى عندك فقره او اتنين او تلاته هتحلها ازاي؟ العلم حلها. يعني هنا بيوجد ده نوع من الدعامات اللي بتمسك العمود الفقري وتسمح بالحركه بتاعته. يعني شوف العمود الفقري اهو، ده عمل العملية، هنا الغضروف اللي هو لونه لبن اللي في النص ده، الغضروف بيخرج بره، ضغط على العصب. طيب دي مرحلة أولى، ممكن شوية علاج الغضروف يرجع تاني لمكانه ويكش ويبقى كويس ابن حلال. أوكي ممكن في البداية مع راحة. في ناس تتحايل عليه تقول له طب ريح بس أسبوعين، ما ينفعش ريح، هناخد علاج وأنا بجري، باخد علاج وأنا بشتغل، ظروف الحياة ماسكاه، أنا عذره بس الغضروف مش بيعذره. خرج الغضروف زي كده، بدا يتطلع، دخل جوه القناه العصبيه، الالم رهيب جدا، نار ايده جوه، ها بيحس ده. في ناس يقول لك ده انا بحس بزيت مغلي في رجليا، ده انا بحس بالم في اسفل الظهر، حد بيكهربني لا عارف ينام. اهو شوف الفقره اتكسر، يعني شايف الكسر الشرخ ده بقى، هو الغضروف لما الغضروف ده عامل زي فرد الكاوتش بتاع العربيه، ضربت فرد الكاوتش، هو العربيه مش ممكن تتكسر بقى والحديد اللي فيها والكلام ده كله يتكسر تحميل الغلط عليها؟ ما هو كسر الفقره. يبقى العظم لما الغضروف بيتآكل العظم بيشيل بطريقه خطا، يتكسر الفقر، يبدا بقى يحصل هنا ما يسمى بقى الانزلاق الفقاري او التزحزح الفقاري او اللي احنا بنسميه سبوندولايفيسز. كل دي مسميات
ليه؟ بدأت فقرة تتشرخ. اديها درجات بقى، درجة أولى اتكسرت وهي في مكانها، كل ما يوطي أو يتحرك العظم بيخبط في بعضه يعمل ألم. درجة تانية من كتر ما بوطي وما بشيل وما بشتغل وبتاع بدأت تتزحزح وما ترجعش، طلعت قدام سنتي. درجة تانية، تالتة 2 سنتي، درجة الرابعة بقوا 3 سنتي. الفقرة كلها عرضها أدخل فقرة عندي من 3 ل 4 سنتي. تزيد أكتر من كده تبدأ الفقرة تسقط، يعني الجزء اللي فوق ده يقع من على اللي تحت، بنسميه سبونديلوتوزيس، وقعت. ده ساعتها بيصاحبه العصب هيفصل خالص، يعمل شلل في رجليه. طب هل الغضروف يؤدي إلى شلل؟ أه يؤدي إلى شلل. وفي ناس بتخاف جدا يقول لك لا أنا ما عنديش شلل بس عندي غضروف. أيوه يا فندم، ما هو الغضروف يؤدي إلى ده. ما هو كلمة شلل أو كلمة باراليسيس، الغضروف قد يؤدي إلى كسر في الفقرات، بيؤدي إلى كسر في الفقرة وزي ما شفناها كده، ويؤدي إلى ضغط على العصب ويعمل ضمور في العصب، ويؤدي إلى تسيب في البول، ويؤدي إلى عدم التحكم في الإخراج، ويؤدي إلى سقوط في القدم، ويؤدي إلى أننا في الواحد في الآخر يبقى على كرسي بعجل، وارد. والغضروف أنت وحظك على حسب، يعني في واحد يشيل كده ويتلوح اللوحة دي يجي الغضروف جانبي ياخد الجنب اليمين أو الجنب الشمال. لكن لو جه بقى حظه أن الغضروف في النص ضارب العصب على الناحيتين، الرجلين بيتأثروا وبندخل في مشاكل. أي مشكلة في العمود الفقري قابلة للحل مرتبطة بالزمن بالوقت، لو حضرتك حلتها بدري الدنيا بتتحرك. وما نسمعش بقى الكلام بتاع ان انا ادلك لك ظهرك، ان انا اقف على ظهرك، ان انا بالعصايه برجع، ان انا بالشاكوش والبتاع دي، لا دي كوارث، كوارث نصب كارثي، كوارث حقيقة. السؤال اللي جاي ده سؤال فني قوي، بيسال عن، هو بيقول انا مقتنع ان انا عندي غضروف وطلب مني جراحه، ولكن قيل لي سيتم عمل تثبيت وانا متخوف من التثبيت. التثبيت ايه وضعيته الان في جراحات العمود الفقري؟ لا هو احنا بنتكلم بقى ان التثبيت بقى جزء من حل المشكله. اصل ليه بنثبت؟ يعني كلمه تثبيت هي بالعربي البسيط كده ان احنا بنقوي الفقره، والفقره لو كانت مشروخه او متحركه ما هي بقت سايبه. طب انا عايز ارجعها، هو انا لو دخلت وشلت الغضروف البارز ده والفقره مكسوره وبتتحرك انا حليت المشكله ازاي؟ ما اتحلتش. انا شلت بس الغضروف اللي ضغط على العصب، لكن ستظل الام العمود الفقري افظع وابشع من الاول. التثبيت انواع كتيره جدا، كان في تثبيت ثابت ده اسمه تثبيت متحرك، شوف المسمار بيتحرك ازاي رايح جاي معايا، بيديني 45 درجه يمين شمال فوق تحت، بيحل المشكله. التثبيت الاولاني كانت الناس بتخاف منه اسمه الشرايح والمسامير العاديه، كانت مسامير ستانلس ستيل وشرايح واربط بيها، كانت بتحل المشكله وبتقوي الظهر، بس كان بتعاكس في الانحناء، ما نقدرش نوطي، ما نقدرش نشيل، وكانت مشاكلها ان الجسم ممكن يرفضها، ممكن تتكسر، ممكن مع مطب في العربيه تتكسر، لان كان الستانلس ستيل صلب جدا وقاسي جدا وبيتكسر بسهوله، واخد بال حضرتك مع الصب. النهارده بقت حاجات كلها بقت مفصليه، بقى بنركب الكلام ده كله، بنركب الدعامات، هنا ركبنا 6 دعامات اهون على مستوى 3 فقرات، ويركب القضيبين اهو، شوف ده راكب اهو خلاص، دي صوره بعد ما ركب، ده بيبقى جوه الجسم الفقره نفسه، هو ما بيبانش من بره والمريض ما بيحسوش. يعني احنا ساعات كتيره جدا في مريض بيبقى او عيانه بتبقى جايه مع اهلها وعارفين انها خايفه من كلمه تثبيت، احنا بنفهمهم ان احنا هنعمل تثبيت وهنثبت الفقرات، يقول لك بس هل هي هتحس بالتثبيت ده؟ مش بتحسه. يعني انا لو ثبت الفقرات وعملته هي هتحس ان ظهرها بقى قوي، الالام بتاعت اسفل الظهر دي بتختفي بعد العمليه. وفي ناس عندهم مشكله، يعني مثلا في حد بيبقى عنده غضروف وفي نفس الوقت العظم بتاعه ضعيف زي التاكل في العظام او مع السن الكبير او الهشاشه، عملوا مسامير تدخل ويتكون جواها عظم، يعني تمسك في العظم ترشق في العظم جامد جدا ما تتخلعش بسهوله. كان دايما عندنا مشكله ان مريض الهشاشه ده لو بمضطر ان انا اعمل له عمليه المسمار كان ممكن يخرج. لا اتعملت حاجات هي حديثه جدا بحيث انها تدخل جوه جسم الفقره العظم يبنى عليها، انا حليت المشكله. فبالتالي ان احنا النهارده لما كلمه تثبيت ما تخوفش، طالما ان انا بعمل تثبيت حركي والجسم يقدر يتحرك بعدها والانسان يقدر يوطي ويمارس حياته، ده افضل بكتير جدا من ان انا اشيل بس الغضروف فقط لغير. الغضروف اشيله فقط بس بالجراحات التداخليه المحدوده لو ما عنديش لا زحزحه فقريه ولا تاكل في اكتر من غضروف ولا ان الوزن زياده وطبيعه العمل مرهقه. طب واحد بطبيعته بيشيل حاجات كتيره جدا
الغضروف باظ، طب شلت الغضروف وسبته زي ما هو كده، مجرد ما جه يشيل تاني الفقره هتتكسر وتتحرك، يبقى هدخل في المتاهه دي تاني. فالتثبيت له دورين، الدور العلاجي للكسر الموجود او الزحزحه الموجوده حاليا، والدور الوقائي ان انا بعد ما عملت عمليه الغضروف ما يردش عليا تاني. لان احصائيا المرضى اللي من غير تثبيت 60% ممكن يرد عليهم الغضروف خلال من سنه لسنتين. المرضى اللي عملوا تثبيت نسبه ارتجاع الغضروف تاني تقل عن 15%، يعني من 5 ل 15% فقط هي اللي ممكن يرد لهم الغضروف لو بيعمل مجهود عنيف. لكن المجهود العادي اللي هو متعود عليه مش هيرجع تاني. في كام سؤال مهمين بقى. السؤال الاول عن دور العلاج الطبيعي، حد بيسال على دور العلاج الطبيعي في علاج الام العمود الفقري. مهم جدا جدا، يعني مهم جدا العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو زي ما بنقول هو علاج وطبيعي، يعني هما الحاجتين في بعض حاجه مريحه. يعني العلاج الطبيعي بيقوي العضله، بيعلم الواحد الستايل اوف ليفنج بتاعه، ازاي يشتغل وازاي يقعد على الكرسي يتعلم الكلام ده كله. بس احنا عندنا ساعات بنلخبط، اتهيالنا ان العلاج الطبيعي هيحل مشكله واحد عنده انزلاق غضروفي. هو العلاج الطبيعي يساعدني لو عندي ضعف في العضله، هيساعدني لو عندي التهابات، هيساعدني لو عندي غضروف في البدايه ومحتاج تقويه للعضله، هيساعدني. لكن لو انا عندي انزلاق فقاري، فقره اتحركت من مكانها ايا كانت الدرجه، اولى ثانيه ثالثه ايا كان، لو عندي غضروف منفجر، لو عندي اكتر من غضروف، لو بدات يحصل مضاعفات عندي، ده ممكن العلاج الطبيعي في المريض اللي عنده زحزحه فقريه ده يزود المشكله. هو العلاج الطبيعي فيه تمارين وفيه تقويه للعضله، ممكن لما تيجي تعملها المشكله تسوء عندي. العلاج الطبيعي هو علاج جميل جدا، بس زي اي حاجه في الدنيا سلاح ذو حدين. يعني ممكن اعمل علاج الطبيعي والمريض يتحسن، وبخبره الناس بقى يقول لك ده انا عملت جلسه 2-3 مت يعني بعد العلاج الطبيعي. طيب بعض دكاتره العلاج الطبيعي او اخصائيين العلاج الطبيعي بينكر هذا الكلام، يقول لك لا 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 العلاج الطبيعي بيفيد في كل الاحوال. لا، العلاج الطبيعي زي اي حاجه في الدنيا، ممكن يفيد وممكن يضر. هو موت يعني بس معناها الالم كان شديد يعني. يعني الالم الم بيبقى شديد جدا لدرجه ان في ناس بتبقى يعني حياتهم خلاص بتقف. يعني لا عارف يشتغل ولا عارف يذاكر ولا عارف ست البيت تعمل شغلها في البيت، والام رهيبه جدا، وخاصه في المنطقه العنقيه بقى لما يبقى الالم يصاحبه صداع، يصاحبه دوخه، والم مش عارف احرك ايديا، مش عارف ارفع كتفي، مش عارف امسك المعلقه المطبخ، مشاكل كتيره جدا. فبالتالي العلاج الطبيعي هو جزء مفيد جدا لو وظفناه صح في مكانه المظبوط. التمارين والرياضه والجيم، هي دي حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا. الرياضه من الحاجات المحموده جدا لتقويه العمود الفقري، بس نعملها صح. السؤال برضو عن الحقن والتردد الحراري، هل هو علاج للعمود الفقري ام علاج للالم؟ لا، هو الحقيقه برضو دي من الحاجات اللي الناس بتلخبط فيها. الحقن والتردد الحراري ليس علاج في العمود الفقري، ده علاج للألم اللي ما بيتحلش بتدخل عادي، سواء بالعلاج الدوائي أو بالتدخل الجراحي. يعني في ناس تهيئ لها أن التردد الحراري أو حقن البلازما أو البي أر بي أو حقن الكورتيزون أو الكلام ده هو بديل للعملية. لا، مش بديل للعملية، العملية الأهم، واخد بال حضرتك؟ لكن أنا مش عايز أعمل عملية وتعبان، ها؟ يبقى هعمل الكلام ده، بس الكلام ده مش دائم، انا بعمله مؤقت. يعني ممكن اتحقن النهارده الالم يروح مني يوم او اتنين او تلاتة او شهر او بكتير او شهرين ويرجع يعود عليها، فهتحقن تاني او اعمل تردد حراري تاني. في ناس كتيره جدا تسمعهم راحت حقن وطلع من الحقن اصعب مما كان قبل الحقن، وفي دخل واتحقن وطلع عنده سقوط في القدم. مع الحقن ده انا بوصل للعصب، فساعات الموضوع ما بيبقاش دقيق جدا، ويعني بيبقى في ايد غير مدربه ممكن يسيب العصب يعمل لك مشاكل، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي ليس بديل عن كلمه لو واحد عنده عمليه الحقن والتردد الحراري او البي ار بي او حقن الكورتيزون ليس بديل عن التدخل الجراحي. انا سعدت جدا النهارده بالاستماع ليك كالعاده، ويعني بتبدا في حوار علمي دقيق مسترسل مليء بالمعلومات اللي يعني بتنفرد
اسلوب رائع جدا في الانتقال من معلومه لمعلومه من منطقه لمنطقه بسلاسه وبساطه شديده بتثير الاعجاب. نورتنا وشرف كبير لنا هذه الساعه. الجراح القدير واستاذنا في هذا المجال ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق وادي استاذ وجراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا كالعاده العمود الفقري بكل تفاصيله بغضاريفه وفقراته وحبله الشوكي وأعصابه الهامة جدا هو بلا شك جزء مهم جدا وآلامه أعتقد أنها مأساة كبيرة ينبغي أن توضع في الحسبان. ليكوا دايما معنا سلام.